هاي، معكم مناسه من سنابل نيوز. برجر، بيتزا، بطاطا مقليه، شوكولا، هيدي كلها اكلات كتير طيبه كلنا منحبها كبار وصغار، بس مع الوقت بتاذي. شو الحال لنظام غذائي معتدل مع الاولاد وكيف فينا نتجنب زياده الوزن؟ خلونا نشوف سوا. أنا اليوم رح أحكي عن موضوع كتير صار ملح بعالمنا الحاضر، واللي هو البدانة عند الأطفال. وبدل ما نحكي عن شو لازم يأكل طفلنا وشو ما لازم يأكل، خلينا نرجع على سبب الأساس السلوك الغذائي عند الأطفال وكيف فينا نتعامل معه. أول شيء خلينا نبلش معكم بفكرة كتير أساسية لازم نعرفها، واللي هي مثل مرحلة كتير طبيعية بتصير عند الأطفال على حوالي عمر 6 سنين، واللي الطفل فيها بينصح من 2 ل 3 كيلو، ولازم أبدا فيها ما نحسسه أنه أنت مثلا عم تنصح لازم تخفف أكل، شوف أصحابك كيف بعدهم، لأنه كل طفل في عنده نمو مختلف عن الطفل الثاني، مش لازم نشكل له عقدة من وراء هالموضوع. أسباب البدانة كتير هينة، أول ولد عم ياكل أكثر من ما عم يحرق، أول ولد عم ياكل عادي بس ما عم يتحرك فيه لحتى يحرق الأشياء اللي أكلها. غير هيك يمكن يكون عم ياكل كمية عادية بس مرتفعة بالسعرات الحرارية، أو مثلا نحن بنعتبره إنه عم يتحرك، عم يلعب مثلا بالطابة أو إشي، بس effectively ما عم يتحرك مزبوط قد ما هو لازم يتحرك بالنسبة لعمره. الحل إنه نخلي الولد يعمل دايت بس بلا ما يحس. ما فينا نجي نقول للولد إنه ما بقى تاكل، ما فيك تاكل، هيدي مش لإلك، هيدي بس لأختك، لا، لازم يصير الانفيرومون تبع كل العائلة هلسي، يعني بقى نعمل دايت للولد بلا ما يحس. مثلا ما بقى منحط تشيبس وشوكليت بكل كيف ما فتح بلاقيهم، ولا انه بيصير مثل عادي انه احنا كل يوم مثلا الساعه 4 بناخذ جاتو، ولا انه مثلا عادي بناكل كثير ناجتس، ناكل فرايز، ناكل بيتزا، اذا بنظهر مش ضروري يعني احنا بقى ناكل اشياء منا هلسي. بالعكس لازم نعود الولد يشوف الاشياء يعني تصير مثل باترن طبيعي، انه بياكل مثلا خضره مشويه، خضره مسلوقه، ناكل الاكل ما تكون مقليه، بياكل يخانه بنفوت له بنرجع نعوده. كثير صعب الولد يتعود على اليخانه او الاشياء اللي طعمتها حاده، بس يمكن اذا اول مره ما قدر ياكلها معلش مش مشكله، ما بنجبره فيها. هلا كمان لحتى نساعد الولد وهيك نحمسه ياكل بطريقه صحيه، فينا مثلا نعطي نحن تشويسز، نعطي مثلا عندك خيارات 5 طبخات، نقي انت طبخه منهم، بنكون نحن عم نحدد له شو بده ياكل، بس بنفس الوقت بنكون نحن عم نعطيه حريه الخيار. بالنسبه للجنك فود، التشيكن ناجتس، الفرايز، البرجر والبيتزا، بدل ما نمنعهم نهائيا في عنا حل من الاثنين، او بنعملهم بطريقه صحيه اكثر، مثلا البرجر بيكون مشوي مع بطاطا مشويه، بنحط فيه خضره اكثر، بنستعمل مايو لايت او اشياء مثلا افوكا، اشياء بتكون صحيه فيها فات بس ما بتاذي، او لا مثلا بنحط كالندر مع الولد، نقول له مثلا انت بيطلع لك بالجمعه 2 شوكولا او 3، او الاشياء اللي هو كتير بتعني له ياكلها، بنقول له عندك 3، حدد اي متى انت بدك تاكلها، مش مثلا كل يوم فيك تاكل شوكولا، في نهار بقى ناخذ فواكه، نهار بقى ناخذ شوكولا، نهار مثلا بالفواكه نعملها سالاد دوفري، نهار نعملها كومبوت نسلقها مثلا مع شويه قرفه او مع شويه سكر، لسبب بسيط انه الولد مش لازم يحس انه في شيء محروم منه هو، هالشيء رح يعزز رغبته انه ياكله، ورح يصير يفكر فيه كل الوقت، ويصير كل ما شاف هالاكل قدامه بده ياخذها. كما انه الدراسات اثبتت انه العيال اللي بتجتمع لحتى تاكل مع بعضها باوقات منظمه عندها تندنسي تاكل بطريقه صحيه اكثر من غيرها. بالنتيجه مثل ما نحن بنلعب دور كثير مهم بتربيتهم وبتعليمهم، نحن كمان عندنا دور اساسي حتى نعلمهم كيف ياكلوا بطريقه صحيه بس بشكل عفوي. ان شاء الله تكونوا حبيتوا هذا الريبورتاج واستفدتوا من المعلومات اللي اعطيناكم اياها. كانت معكم منسه من سنابل نيوز.